بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي الفتيله الاولى في سر مسحه المرضى، وهي بتوجه نظرنا على كيفيه التعامل مع المرض. والكنيسه اول ما بتبتدي معانا بتدينا الاوشيه، بتدينا اوشيه المرضى، واعلان في اوشيه المرضى انه المسيح هو طبيب انفسنا واجسادنا، مدبر كل حياتنا. وبالتالي المفروض انه المريض بيتوجه بداخل قلبه الى انه المسيح هو الطبيب الشافي. تاني الكنيسه بتقرا لنا جزء من رساله يعقوب الرسول اللي بيتكلم: أمريض احد بينكم فليدعو كسوس الكنيسه ويدهنوه بالزيت، وصلاه الايمان تشفي المريض، وان كان قد فعل خطيه تغفر له. عشان كده اول رساله او اول محور من محاور الخطوات اللي بنشوف فيها الكنيسه بتعلمنا هي التوبه، الرجوع، رجوع الى الله على احد مشقات فليصلي. فاذا كان انت عندك مشقات، مسرور، ترتل، مريض، تدعو كسوس الكنيسه فيدهنوه بالزيت. وبالتالي الكنيسه هنا كانت بتحدد لنا انه انسان مريض يحتاج انه يشوف سبب المرض، ويحتاج انه يسال ربنا ليه يا رب، او بيسال نفسه هو انا كنت محتاج هذا المرض من اجل تغيير اساسي بيحصل في حياتي ولا لا. وبالتالي الكنيسه هنا كانها بتقول بص، ممكن يكون في حياتك حاجه محتاجه تتغير، وربنا بيديك فرصه جميله. يعني يا ريت ناخد المحور الاولاني، الفرصه اللي ربنا بيديها لنا للتغيير. ممكن يكون المرض ده فرصه جميله لحياتك لتغيير ابدي، تغيير في حياتك الابديه كلها. ياما ناس كانت حياتهم كلها في اتجاه، واول ما جالهم امراض ابتدت حياتهم تتغير لاتجاهات اخرى، وكانت هذا الاتجاه الاخر هو سبب خلاصهم وسبب نجاح لحياتهم. الكتاب المقدس مليان من معجزات الشفاء اللي المسيح فيها ركز على انه قبل ما يشفي كان دايما يقول مغفورة لك خطاياك. في المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك مباشرة، وبعدين قال له قم وامشي. المريض بيت حاسدة، المسيح اولا قال له قم احمل سريرك وامشي، لانه كان محتاج اولا انه يحس بيد ربنا اللي عايزة تشفيه الاول. وبعدين لما قابله مرة تانية قال له ها انت قد برئت فلا تعود تخطئ أيضا. كده خلي بالك ربنا عايز يقول لك إيه، أن في النهاية المرض مش هو ده المرض، مش هو ده الحاجة اللي أنت تفضل فيها. المرض هو فرصة للتغيير، عشان كده دي رسالة أولية، فرصة للتغيير. أنت محتاج تتغير في إيه؟ عشان كده تيجي الطلبة اللي ربنا بيديها لنا في الفتيلة الأولى هي طلبة للغفران، طلبة دائما أنه ربنا عايز يقول لك يعني الله يغفر، الله يسامح. وإذا سمح ربنا بأن الإنسان يسافر السماء فبرضه هي فرصة للاستعداد للحياة الأبدية. وبالتالي الفتيلة الأولى هي بتدينا أن هذا المرض له رسالة، هو ضيف يحمل رسالة ليك. هذه الرسالة هي رسالة تغيير. فإذا شفنا رسالة التغيير، شفنا رسالة الشفاء، بالتالي يحصل لنا استنارة. قد يطلب الإنسان الشفاء الجسدي ولا يطلب الشفاء الروحي، وبالتالي يكون مش شفاء. لكن ربنا دايما يدور لنا على الشفاء الروحي أولا، لأن هي وداء الشفاء للحياة الأبدية. بولس الرسول كان مريض وطلب من ربنا أنه يشيل عنه شوكة الجسد، وربنا قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يمكن ربنا جايب لك هذا المرض
لخلاص النفس. عشان كده هي الشفاء بدايته معرفة الرسالة اللي ربنا يديها لك، وبالتالي فرصة للتغيير، فرصة للتغيير الداخلي، فرصة للرجوع لله. وعشان كده هو ده المحور الأول اللي الكنيسة عايزة تدهلنا، محور تغيير، فرصة أساسية استنتهزها، لأن المرض أوعى تبص له أنه محدودية وتعب وألم، لكن أشكر ربنا على هذه الفرصة اللي ربنا بيديها لك علشان تتغير، وفرصة لحياة مباركة دائمة لشفاء داخلي قبل ما يكون الشفاء الخارجي. فرصة جميلة الكنيسة بتديها لنا في أول رسالة من رسائل سر مسحة المرضى.